أسس محلات شويك الأصواف سنة 68 بعد الحرب مباشرة، عملنا في أصواف اللقلق وأصواف البلقات. كان الوضع جيد جدا، كان هذا المحل يطعم حوالي 30 نفر في هذاك الوقت لغاية الانتفاضة الأولى، كان شغل ممتاز ما شاء الله. بعدين خفت الحركة تدريجيا لما أغلقت الضفة الغربية علينا، كانت القدس، غزة، نابلس، رام الله، كلثوم كريم، قلقيلية، كلها كانت تغذيها القدس. اليوم ما في تغذية للقدس نهائيا على أساس التسكير والجدار القائم حواليها. اليوم كمان أهل القدس نفسهم مش عم بيكفوا أهلها. اليوم أهل الخليل ما بيقدروا يجي عنا يعني. كل الحاملي الهوية الخضراء يعني الضفة الغربية بشكل عام حتى ما بيجوا علينا، فاعتمدت القدس على أهلها. حتى أهل القدس نفسهم ما عم بغزوها نهائيا، وهي الحال تبعها تدريجيا لتحت 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 على الآخر. اقتصاد ميت، الالتزامات موجودة، الضرائب موجودة، ولكن الدخل إلى عدم نهائيا. فنحن قاعدين زي ما بقولوها حراس على محلاتنا بدون أي مقابل. معونات خارجية ما في نهائيا، واللي بقول لك في معونات خارجية أنا موجود، أنا هون صار لي كذا سنة مش عم بتغير الحال، وكل يوم أسوأ من اللي